أهلا بكم. يعلن بعد ظهر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أسماء مرشحيه في كل المناطق اللبنانية بعد أن حسمت موضوع التحالفات في معظم الدوائر، وبذلك تكون مختلف الكتل. أعلنت أسماء مرشحيها باستثناء التيار الوطني الحر وهو مرتقب السبت المقبل. في هذا الوقت يتحضر لبنان للمشاركة في أعمال مؤتمر روما لدعم الأجهزة الأمنية الذي يبدأ غدا بعد إنجاز مشروع الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرار قبل مؤتمر باريس المرتقب في شهر نيسان. وتبقى قضية المخرج زياد عيتاني والمقدم سوزان حبيش محل متابعة بعد الإفراج أمس عن عيتاني وإصدار مذكرة توقيف بحق حبيش. كل هذه التفاصيل أبحثها اليوم مع ضيفي الصحفي الأستاذ وجدي العريضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجدي. يعني موضوع الانتخابات رح ياخذ حيز كبير من مناقشه، الصوت يعلو على صوت الانتخابات طبعا، يعني خلص طورنا الموترات وزيتنا المكنات وقلعنا. بس تنبلش بقضيه زياد عيتاني والمقدم حبيش والخلاف اللي صار، وموضوع يعني ابعد من قضيه عيتاني حبيش، في موضوع فبركه المعلومات، موضوع صدقيه داتا الاتصالات، موضوع صراع الاجهزه الامنيه، موضوع حتى القضاء وهيبه القضاء، كل هذا اليوم في حول سؤال عريض. اولا انا دائما باي مقابله متلفزه او حديث صحفي او اي شيء بخص الاعلام لا احبذ ان اتحدث عن القضاء، لانه القضاء الكلمه الفصل في اي موضوع. لكن بموضوع او قضيه زياد عيتاني الممثل زياد عيتاني، بدا واضحا انه القضيه مفبركه، خصوصا انه هالشخص عنده خلفيه عروبيه وخلفيه وطنيه، وبالتالي انه تبرى من خلال دور الاجهزه الامنيه بعد ما لقطوا المعلومات وتمكنوا من الوصول الى يعني الى الى خفايا هذه القضيه وضبطها على السريع. اللي صار اولا انا برايي انه يعني ما بدي اقول وصمه عار لا سمح الله على قضاء او على جزمية، انا بعد ما صارت بتاريخ لبنان، انا برايي المهم انه زياده برا يمكن صارت بس ما انكشفت، لانه قال كلام خطر امبارح انه اول خمسة دقائق اذا بدي احكيهم تعرفوا شو صار. المفروض انه اجهزه كبيره انه تحاسب، قادة يحاسب، ضباط يحاسبون، قضاة يحاسبون إذا كان هناك يعني أي خلفية لها القصة ما تتم ضبطها. إنه هاي قضية كبيرة، شخص انحبس 3 أشهر وأكثر وانهان وحكي إنه تعذب وكان بحبس انفرادي، فعلا كان موضوع مؤثر الكلام اللي حكيه، وهو من عائلة كبيرة، عائلة وطنية، عائلة عروبية. من هذا المنطلق يجب محاسبة اللي فبركوا هذه القضية، وهذا بخص القضاء. أنا أترك للقضاء أن يحدد المرتكبين، القضاء وحده لا سواه من يحدد ما حصل. بس بعده لامبارح كمان كان عم ينسأل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أبعاد وتوقيت إعادة فتح الملف وتسليمه لجهاز المعلوم لفرع المعلومات، واليوم قديه مدى ارتباطه بالانتخابات النيابية وببيروت إنه ما يستغل انتخابيا، هيك موضوع بهيك حجم من المعيب أن يستغل من أي جهة كان انتخابيا. أنا يعني شفت امبارح مثل ما بقولوا اشتمينا ريحة انتخابية ببعض المحلات وبعض المظاهر، هذا موضوع إنساني، موضوع قضائي، موضوع كبير، موضوع وطني، إنه شخص يتهم بالعمالة، إنه في سمعة هون، سمعة مش مقبولة. أنا برأيي أنا أترك الكلمة الفصل للقضاء أن يسير بهذه القضية حتى النهاية. يعني في ناس عم بتقول إنه كمان مثل ما أنا ما صدقنا قصة زياد حبيش، لما بكل يوم كمان ملف سوزان حبيش كمان مفبرك. إنه مفبرك، إنه أنا برأيي بعد ما اطلع القاضي الرئيس أبو غيدة، رياض أبو غيدة، على الملف اطلاع كامل، أصدر مذكرة توقيف بحق المقدم حبيش. بده يكون لمس معطيات معينة وإلا أطلق صراحة. مع إنه هي عم تنكر كل الاتهامات. هي عم تنكر لها. بالنهاية في قضاء. ما بدي اتهمها أنا، ما بدي برقها، خلينا نشوف لما بتوصل هالقضية. هلا في مذكرة توقيف بحقها حصلت من الرئيس الأعلى، رئيس المحكمة العسكرية، هو القاضي أبو غيدة. لما لمس القاضي أبو غيدة معلومات أو مكامن معينة تطاول، ما كان أصدر هذه المذكرة. إذا الإفراج عن زياد عيتاني بيفيد الوزير نواد المشنوق الرئيس الحريري انتخابيا بيروت، إذا اعتبرنا هذه وجهة النظر صائبة، بتضر النائب هادي حبيش بعكار؟ أكيد. أنا على الحالتين إنه هو حليف الرئيس سعد الحريري، أول شيء حليف وهو المدلل عند وزير الداخلية طبعا، شفناه يعني. أنا برأيي إنه النائب هادي حبيش تأذى كثيرا من هذه القضية، تأذى كثيرا، بس كمان ما بدنا نحمله لإله، أكيد ما بيتحمل وزير هالمسؤولية.
يعني اذا كان خيو الواحد ابن عمه ابن خاله ارتكب شغله معينه، ما انه هو بيكون ارتكبها يعني بالنهايه. يعني شفنا وجيه البعريني وابنه الخلاف اللي صار بعكار كمان، انه يعني في ما نفصل هون بين الامور الشخصيه وامور القرابه وصله القرابه، بس انا برايي بدي ارجع اكد انه يجب على القضاء ان يتابع، والا بتكون ام المهازل. اللي حصل ام المهازل صحيح هذا المفروض يتابع قدام راي العام، راي العام، واكيد سمعت القضاء، سمعت الحكومه، سمعت وزير الداخليه، سمعت قياده الاجهزه الامنيه. يعني هيدي موضوع يجب ان يكون موضوع وطني بامتياز. هلا حتى من ضمن يعني باستدار استكمال الملف رح يتم الاستماع للضباط اللي حققوا مع أكيد زياد عيتاني بامن، يجب ان يتابع حتى النهايه ويطلع الشعب اللبناني على حيثيات ما حصل في هذا الملف ومن فبرك هذا الملف كل التفاصيل، والا للاسف بيكون لبنان يعني ما نقول بيكون دوله مارقه. للاسف اذا استمرينا بهالموضوع ها ينحب الشخص 3 اشهر اللي بتهمه العماله مع اسرائيل ويبرى ومن ثم يطوى هذا الملف لاسباب او مثل ما انطوى غيره، بنكون نحن امام ان شاء الله ما نوصل لهالمرحله، ان شاء الله ما نوصل، نتمنى مصير الملفات غير، نتمنى على القضاء ان يحسم هذا الامر لصدقية القضاء والاجهزه الامنيه. من الطبيعي انتخابيا يعني مثل ما بلشنا الهدير بلش يطلع هدير الانتخابات تقريبا التحالفات فينا نقول نوعا ما صارت واضحه بلورد. اكيد الاسبوع المقبل هو الاسبوع الاخير لتقديم وتشكيل اللوائح بصيغتها الاخيره. اليوم على اي اساس عم تتم هاي التحالفات؟ يعني عم نشوف بازل مركب. شوفي للاسف هيدي اول انتخابات لبنان بكون فيها ضبابيه بهالشكل. هلا دائما بالنسبه للوائح انا عم بتابع من التسعينات اول التسعينات كل التحالفات والمسار الانتخابي بكل تواضع، صار عندي خبره كيف تنعلن اللوائح، كيف تنعلن الترشيحات، الخبايا، الزكزكات، التمريكات، كل هالقصص هاي. هلا كل عمره اعلان اللوائح بيتم قبل بشهر او باسبوع، لكن ما يحصل اليوم هو تحالفات على القطعه، تحالفات على القطعه، والصوت التفضيلي أربك جميع القوى السياسية والمرجعات السياسية. هذا الصوت التفضيلي يعني خلف البيت الواحد، داخل البيت الواحد، داخل اللائحة الوحدة، أنه أنا ما بدي أتحالف مع فلان لأنه بيسقط لي فلان. يعني هذا الصوت التفضيلي أربك جميع الزعامات السياسية ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللوائح، لأنه جبلهم مرض إذا بدك فعلاً. بس يعني صار في منافسة عم يستفيد يعني منها المواطن، يعني بقلب اللايحة عم تتم منافسة بين المرشحين للخدمة العامة. من الطبيعي، من الطبيعي أنه بخاف أنا أعطي صوتي التفضيل هون نسقط المرشح هون طبعاً. يعني هون بده يكون في مكنة منضبطة، بده يكون في حرفية بكيفية توزيع الصوت التفضيلي، وأنا برأيي الصوت التفضيلي بده يتوزع باللوائح حسب أولويات المرشحين. يعني في مرشحين هودي أولويات من أيهم يطلعوا، بده يسقط مرشح هون ما في مجال، واولويات الحزب لانه الحزب دائما بفضل مرشح على اخر. طبيعي طبيعي انه لاعطيك مثلا بدير تشوف عليه، لا اعلن التحالف بين القوات اللبنانيه والحزب الاشتراكي وتغيير المستقبل، اخذوا رد وصولات وجولات، وما ننسى الدور اللي قام فيه النائب نعمة عنه والنائب اكرم الشيب بمعراب من خلال جولات مكوكيه وقاموا دور مشكورين فيه لوصلنا للتحالف. انه كان الخلاف انه القوات اللبنانيه ما منا ناجي البستاني، لا، اذا بيكون ناجي البستاني، ناجي البستاني عنده حيثيه، جورج عدوان عنده حيثيه، بس هلا صرنا عم ننبش يعني على خايفين على 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 انه بس كمان يصور. هون اليوم الحيثيه صار قد ايه عنده اصوات؟ يعني شكل ما في حيثيه، ما في شيء، في صوت تفضيلي. ايه بس ناجي البستاني بفتره من الفترات كان في كانش في خصومه سياسيه، حتى في خصومة سياسية كان هو بمطرح ونائب جملاط بمطرح، من الطبيعي كانوا خصوم جملاط يعطوا صوتهم لناجي البستاني من كل الاحزاب، كان خصم انتخابي وخصم سياسي وكان في مرشح منفرد. اليوم لا، انت اليوم مضطره صوتك اليوم في لوائح، مضطره انه تعطي صوت تفضيلي لشخص ومضطره تنزلي لائحه. يعني في ارباك، وبعده لحد هلا يعني في خوف عند كل المرشحين وعند كل رؤساء اللوائح، وهذا عم نشوفه. هلا بالنسبه لاعلان اللوائح شفنا، يعني بدي بلش لك هلا اعمل لك قراءه سريعه، انه اخر شيء في لائحه جديده نبلش بالمتن الشمالي، في لائحه عم ينحكى فيها انه لحزب الكتائب، وهلا دخل اسم جديد يلي هو المهندس ميشيل حداد على لائحه تحالفه مع الكتائب من بيت سياسي عريق معروف بخدماته بدوره، وفي لائحه ثانيه هلا للقوات اللبنانيه رح تنعلن اليوم بزحله، انه شوفي التحالف بزحله بين القوات وبين الكتائب، بس ما زبط بالمتن، انه صار في مقايضه على بيروت، انه بالنهايه بيروت انه ما بدنا نتحالف لانه في نديم بشير جميل، نديم جميل الا دلالتها انه من القوات
انه هذا نديم بشير جميل ومن الكتائب هذا بشير جميل. كان في توافق عليه، بس كان في توافق كمان. نعم المفاجاه بزحله كمان مش انه مفاجاه، اخذوا مرشح هو سيزار المعلوف على المقعد الارثوذكسي، انه كمان بيتهم معروف بالسياسه وبدوره وبخدماتهم، يعني في 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 معركه بزحله ام المعارك. وبنجي على علي شوف انحسمت، علي شوف انحسمت، لكن في كمان عده لوائح، في لائحه التيار الوطني الحر، في لائحه الوزير وئام وهاب، وفي لائحه الوزير ارسلان. يعني بنشوف هون في الاول مره بتصير هيدي بالانتخابات النيابيه انه هذه المعارك في علي. وما ننسى انه في الصوت التفضيلي يلي عم بدب الرعب بنفوس المرشحين واللوائح. من هون الاحزاب عم تشتغل هلا على تنظيم صفوفها ومدارس لكيفيه توزيع الصوت التفضيلي. هلا ترجع لما يكون في مرشح حساب مرشح أكيد اخر، مثلا بطرابلس، بطرابلس كمان ام المعارك، ما ننسى في ناس ما بينتبهوا لها في المقعد الماروني بطرابلس. امبارح الرئيس سعد الحريري رشح زميلنا جورج بكاسيني، نجيب مئاتي رشح جون عبيد، في مرشح جديد رفيق ابي يونس، هذا انحبس 3 سنين بسوريا لنضال وكذا وعروبته، كان بيعيش بطرابلس بكل مرحلة النضال يعني، وكله من برا طرابلس. بس انه لنقول رفيق يونس بيعرف طرابلس، جون عبيد مع نجيب مئاتي، جورج بكاسيني مع الحريري، يعني في معركة هون بشوف كيف بوزع الصوت التفضيلي. طرابلسين هن اللي بده يختاروا، في لائحة مصباح الأحدب عليه زميل توني خليفة، طبيعي طبيعي يعني، يعني ما نشوف كثير انا برايي. بس بالنسبه لاعلان اللوائح انا بشوف هالاسبوع هي رح تنحسم امور كثيره وتتبلور امور كثيره، لكن بعدنا ما حدا عارف كيف بده يوزع الصوت. موضوع المستقبل القوات، شوفي المستقبل والقوات، يعني نتذكر اخر كلام للرئيس الحريري انه بده ينجم، امبارح زاد كلمه الرئيس الحريري كلمه كبيره، بده ينجم مغربي. بالضبط هيدي انا اللي عرفته من زميلنا وصديقنا وخينا الوزير من حمريشي، انه هو عم بيقود التفاوض بينه وبين القوات وبين الوزير غطاس خوري، والوزير ملحم الريشي يعني انه عراب وعنده حرفيه بكيفيه اداره المفاوضات، ان كان على مستوى تفاهم عراب او على طريق مستقبل. لكن بصراحه باكد لك في صعوبه كثير بين القوات اللبنانيه وتيار المستقبل بالتحالف. بس هلا لنحسم بشوف بالوزير غطاس خوري لخصوصيه الحزب التقدمي الاشتراكي وعلاقته بالمستقبل وخصوصيه المصالحه التاريخيه يلي شدد عليها النظام يعني مع القوات، وقال لهم ما تنسوا نائب الزائد نائب الناقص، نحن اللي بهمنا مصالحة، بهمنا المصالحه. قال لامين عام حزب القوات اللبنانيه باخر لقاء شونتال سركيز، وقال له اياها للدكتور جعجع. ومن هون كان التحالف الثلاثي بين المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي على خلفيه المصالحه. هلا في لائحه علي، كثير تحفظات لانه للقوات على مرشح ناجي البسام. هلا نعم، هلا بعد في المعهد الماروني بعلي من حسم، انه المعهد الماروني في الاستاذ هونري حلو رشحه وليد بيك، بعد في المقعد الثاني ممكن كثير يكون مكان فؤاد السعد ابن خيو الاستاذ راجي السعد، لخصوصيه تاريخيه علاقه المختاره ببيت السعد، وايضا بيت السعد بيعرفوا خصوصيه الجبل ولعبوا دور بالمصالحه. يعني في تركيبه غريبه عجيبه عم بتصير هلا، في اعاده رسم خارطه التحالفات والترشيحات يلي رح تبين حتى نهايه الاسبوع على الحالي. اليوم في كلمه للدكتور جعجع رح يعلن اللوائح، بس مثل ما قلتي انت وبالبرنامج انه السؤال المطروح بعد كل هالمفاوضات، ما في تحالف بين المستقبل بين القوات، وين الدور السعودي؟ لانه بيعتبروا الدكتور سمير جعجع خط احمر، هي باكد انه السعوديه ما كثير. سمعنا تحليلات انه وقت زياره الرئيس الحريري الى المملكه كان انه هدف انه يرجعوا. انا باكد لك معلومات انه السعوديه ما بتدخل بالانتخابات، السعوديه امبارح كان عند الرئيس بري القائم بالاعمال، وكان عند الوزير جبران بسير، السعوديه بهم امن واستقرار لبنان لا اكثر ولا اقل، وعم تتعاطى مع كل الاطراف على مسافه واحده. طيب وابعد كانت زياره الرئيس الحريري للمملكه على هذه يعني الزياره، انه في روحيه جديده، في تعاطي جديد، في روحيه جديده، والدليل انه الوفد السعودي اللي اجى واللي كانت زياره ايجابيه، وعوده الوزير المفوض وليد بخاري يلي بيطلع على الملف اللبناني، عم بيرجعوا يرتبوا العلاقه على احسن. تغيير السفير شو؟ هل صحيح؟ لا رح يرجع السفير، عم بيقولوا لانه اليوم في اداره جديده داخل المملكه للملف اللبناني بعد ازاحه السبهان، وبالتالي في سفير جديد، في مفضل. هلا لا عرفتوا انا من السعوديين انه اكدوا لي انه نحن بهمنا امن واستقرار لبنان وعوده العلاقه كما كانت. ما ننسى كان في حملات جائره تجاه المملكه، والسعوديين من الطبيعي انه بس بما يتعلق بالعلاقه مع الرئيس الحريري وبرفع السقف اللي كنا عم نسمعه قبل تجاه اليوم رجعت العلاقه احلى ما يكون، واللي هو كان مطلوب من الرئيس سعد الحريري، اليوم يبدو انه لا، المملكه راجعه رايحه بموضوع يعني قبول بربط النزاع اللي ارسل الرئيس سعد الحريري مع حزب الله. اليوم المملكه عم انه
فهمي خصوصية لبنان بخصوص العلاقة مع حزب الله. هلأ فهمتها بفترة من الفترات، ما كان في أبدا هذا التفاهم. لا ما كنت فهمتها، بس كان في حملات من حزب الله، حملات يومية. الرئيس الحريري واتصالات صارت وعبر الإعلام ومن زميلنا والوزير من حمريشي مع بعض وسائل الإعلام لتخفيف هاللهجة، حتى مع القيادات السنية بنشوفها اليوم على مسافة وحدة من القيادات السنية. بنشوف مثلا مهندس وان مخزومي خلال الساعات المقبلة رح يعمل لائحة ببيروت، بيروت الثانية، والزلمة عم ينشط وعلاقته منيحة مع الرئيس الحرير ومع الرئيس تمام سلام يلي له حيثيته ودوره. وكمان اليوم بالقانون النسبة فيه له حظوظ مرتفعة، أكيد يعني اليوم في قيادات كبيرة بالدائرة الثانية، في عندك الوزير المشنوق، في عندك تمام بيك سلام، في عندك الأستاذ فؤاد مخزومي كمان له دوره وله خدماته، يعني في معركة، معركة ديمقراطية. بس اليوم ما شفنا تحالف المخزومي مع حزب الله مثلا وحركة أمل بهيدي الدائرة. لا هلا اللي عرفته أنا رحنا رايحين على ويح ثلاثة كمان، ممكن الأحد يعلن اللائحة المهندس فؤاد مخزومي، بس ما في تحالف، ما لحد هلا ما في تحالف. أي. بس يعني رايحين كمان على ثلاثة لوائح، إذا مش أربعة بيقدر ببيروت. يركب لائحة مع بيقدر، لا هذا كلام، في كثير قيادات وفعاليات عم بيتعاطى مع الكل بإيجابية، وحتى مع شو الحلو إنه اليوم ما في تصعيد، إن كان من الأستاذ فؤاد مخزومي، من الرئيس الحريري، من الأستاذ تمام سلام مشؤوق، كلهم يعني هودي بالدائرة الثانية كلها أسماء كبيرة، ومنشوف ما في تصعيد. معركة ديمقراطية من الأكيد الصوت التفضيلي رح يلعب دوره، بس منشوف اليوم إنه المملكة العربية السعودية بتعاطى مع الزعامات السنية على مسافة وحدة، أكيد اليوم في علاقة مميزة مع الرئيس الحريري، واستثنت اللواء ريفي من الزيارات إنه أكيد زار الرئيس مئاتي وزار الرئيس طبيعي. سلام الرئيس الحريري بطبيعة الحال، ولكن ما شفنا اللقاء بالوقت اللي كان بالنهاية. يقال إنه الوزير ريفي هو إذا بنقول بالمرتبة الثانية بعد الرئيس الحريري، إنه سعد الحريري اسمه سعد رفيق الحريري، انه بيغلط هون ما بيغلط هون، الواحد فريقه بيغلط هون، بصير تحالف هون، بصير هيدي شغلات بتصير عند كل الزعمات، بس هذا الانسان انسان وطني بامتياز، هاي ابن رفيق الحريري، وهذا الرجل الاول عند السعوديه، واثبتت الايام خلافا لما حصل مؤخرا انه سعد الحريري انتهى وسعد الحريري انتهى، لا هيدي كلام، خلينا نكون واقعيين. اليوم الرئيس سعد الحريري رئيس حكومي، بكره في مؤتمر باريس، هذا هاي المؤتمرات اللي عم بتصير هيدي فيها روحيه رفيق الحريري، فيها وطنيه سعد الحريري. يعني نتذكر مجموعه الدعم الدولي طبيعي. بعد ازمه طبيعي. الرئيس الحريري والاستقاله لهذا المؤتمر، اليوم ماركه معينه ما نسميها، هيدي اسم تلعب دوره، وكمان بالسياسه هيك في اسم، في اسم هو اسمه سعد رفيق الحريري يعني بالنهايه، بس اليوم برجع باكد لك انه السعوديه عم تعاطى اليوم مع زعامات السنيه على مسافه وحده. امبارح كانوا عند الوزير بسير القائم بالاعمال البخاري، بس المطلوب اليوم نرجع حتى ما نرجع نسيء لهالعلاقه، نوقف الحملات على المملكه العربيه السعوديه. كان في طلب من الوزير باسيل انه باعاده رفع الحظر عن السعوديين طبيعي. زياره لبنان، وفي معلومات هلا في مؤتمر رح يصير استثماري بالرياض، عم بيقوم فيه مجلس العمل اللبناني السعودي، هذا معلومه، هاي عم بيتحضر له مؤتمر رح يصير بنيسان، مؤتمر على مستوى كبير، في مشاركه الاماراتيه السعوديه بمؤتمرات كمان، بس هذا المؤتمر لمجلس العمل رح يلعب دوره، مؤتمر كبير، والسعوديين راجعين على لبنان، وخلافا لما حكى انه عم بيبيعوا املاكهم هذا كله كلام، ورح يصير في حجوزات، بنتمنى يكون الصيف واعد، لانه اجواء ايجابيه عم تنقلنا، اجواء ايجابيه اكيد، اجواء ايجابيه، وكمان هون بنتمنى انه عن جد انه على بعض الاعلام، انا بالنهايه اعلامي بحترم كل وسائل الاعلام، انه في خصوصيه لعلاقه لبنان بالسعوديه، بين لبنان يعني انه الداعم الاساسي للبنان من السبعينات من الستينات هي المملكه العربيه السعوديه، يعني ما فينا بدون المملكة العربية السعودية، السعودية إلى أيادي بيضاء بلبنان، إنه بيقول لك إنه مثلاً إنه صار تغريدة هون، صار كلام هون من السبب، ما نحن قمنا بحملات إنه لبعض المحاور الإقليمية على حسب مصلحتنا الوطنية والخليجية وتحديدا علاقتنا بالملكي، من هون أنا بشوف اليوم الدور السعودي أعاد ربط هالعلاقة، وبنشوف في أجواء إيجابية على هالمستوى، نتمنى هالأجواء الإيجابية تتفاعل وتترجم إيجابا على كل المستويات. صحيح. لنرجع لموضوع الانتخابات. نعم. حكينا شوف علي، ليه بعلي يعني شفنا رجعنا تقارب مثل ما عم تقول بشوف بين قوات مستقبل اشتراكي، ليه بعلي رحنا على لويح بفريق إذا ما بنسميه ما كان يعرف قبل بثماني أذار، القومي هلأ بعده مش حاسب 100% مع مين، تيار الوطن الحر لحاله، الوزير السابق ويا موهب لحاله، الوزير طلال رستين لحاله، ليه ما شفنا هذا التعاون؟ لا لك شغلي، أول شيء في يعني جبل له خصوصيته تاريخيا، في خصوصيه سياسيه اللي هي جنبطيه والارسلانيه، صحيح هيدي خصوصيه تاريخيه، ومن هون شفنا النائب جنبلاط للمره الثالثه الرابعه الخامسه ترك مقعد الدرز الثاني الشاغر يلي هو مقعد الى جانب النائب بكر الشهيد،
ومنشوف اليوم الوزير وهاب عم بيعمل لايحته، لا راح يكون متحالف مع الوزير وهاب الحزب القومي. ايه شفنا امبارح كان في لقاء مع اكيد اكيد العسراوي والوزير وهاب. معلوماتي انه راح يتحالف مع الحزب القومي واكيد مع الحزب الشيوعي، وممكن مثلا يعطوا التيار الوطني الحر عنده علاقه منيحه معهم، وحزب الله يلي محل ما عنده حضور. وبالمقابل انه في اليوم معقول يفضلوه على الوزير ارسلان؟ يعني حتى البعض عم بيقول التيار الوطني الحر يمكن يكون له مرشح درزي ايضا على اللائحه. هلا في عنده مرشح درزي، وعد انه وعدوا للوزير ارسلان انه بيسحبوا خوفا من الصوت التفضيلي. لانه حيكون حظوظه قليل. اكيد اكيد وعدوا انه بيسحبوا. هلا رح يتحالف مع التيار الوطني الحر الوزير ارسلان. انا برايي انه هون رح نرجع نوصل للتحالف مع التيار. رح يوصل بالضبط، ومن هون لا رح يتحالف مع التيار الوزير ارسلان رح يعمل لائحته. ليحته ولكن هلا لائحه النائب وليد جنبلاط اكتملت بالتحالف والتكافل والتضامن والتنسيق مع تيار المستقبل ومع القوات اللبنانيه. لا صار هالتحالف حنكون واقعيين انه اليوم الاقوى بالجبل يعني هيدي شغله محسومه هو الوزير جنبلاط، وايضا خصوصا بعد ما ضمت علي الى شوف انه في القوات اللبنانيه والتيار، التيار بعده عنده هالموضه انه انا بمون بعمل لايحتي، مش وليد جنبلاط بيسمي لي الاسماء. يا عم اليوم وليد جنبلاط اللي سماه بعلي سماه للاستاذ هنري حلو، وبشوف اللي سماه الاستاذ نعمي طعمي. يا عم الاستاذ نعمي طعمي منه مسيحي، هنري حلو منه مسيحي، راجل سعد منه مسيحي، ما هودي عندهم حيثيتهم من بيوت تاريخيه ساعدوا المسيحيين. نعمي طعمي اليوم اللي قدمه بشوف ما حدا قدمه بابن الكنائس، عنده علاقته مع كل الاطراف بالجبل. انه من هون التيار بده يعمل لايحته، ما اتفقوا، قال له نحن بنعطيك سيزار ابو خليل بعلي وماريو عم بشوف، ما رضوا. راحوا حبيا، افترعوا حبيا، بنشوف انه فعلا انه النائب جنبلاط تعاطى مع هذا الاستحقاق بكثير من الانفتاح، انه ابواب المختار مفتوحه للجميع. ما حدا تجاوب، هلا كان في اخذ وراب مع القوات اللبنانيه، القوات اللبنانيه كلمه حق تقال، ولا مره من 2005 لليوم ومن تاريخ المصالحه بال 2001 ولا مرة كان عندهم أي حملات سياسية عن نائب جنبلاط رغم الافتراق السياسي، لأنه كان عنصر مشارك بالحرب مع الحزب الاشتراكي وبيعرفوا معاناة الجبل وبيعرفوا أهمية مصالحة الجبل. من هون اجى التحالف، كانوا أشد الخصوم بمعركة الجبل. من هون اجى هذا التحالف، وأنا برأيي هذا شيء ضروري من أجل المقيمين بالجبل، لأنه من المعيب بعد هالحرب الدامية وبعد هالمصالحة لأجل مقعد نائب هون أو خسارة مقعد نائب هون نفوت الناس نرجع بالحيط وبالسجلات وتذكير بمحطات الحرب. هذا اللي صار بدارة علي شو. هلا لائحه الوزير وهاب رح تكتمل مثل ما قلت لك مع الحزب القومي والحزب الشيوعي وكذا، والوزير ارسلان مع التيار الوطني الحر. هلا ممكن يحصل مفاجات، منتظرين هذا خلال ساعات. لائحتين مستقلين اكيد. طيب الوزير ارسلان اكيد ما تمكن حزب الله من جمع الوزير ارسلان بالوزير وهاب، وحزب الله رح مين يعطي فضل التيار؟ اكيد بده يعطي التيار، لانه بالنهايه في لائحه بدها تامن حاصل انتخابي، بده امن حاصل انتخابي، وحركه امل بدها جاي الاصوات على الحزب التقدم الاشتراكي. كما في بيروت ما اخذوا مرشح درزي باخر اجتماع صار لما كان الوزير جنبلاط مع الرئيس بري، قال له الوزير، قال له دوله الرئيس نبيه بري، قال له نحن ما رح نرشح او ندعم اي مرشح درزي، مرشح درزي حتى يطلع النائب السابق الاستاذ فيصل الصايغ. الحركه كانت متعاونه مع الرئيس الحريري، نعم، او اذا بدنا نقول الرئيس الحريري تعاون بموضوع عدم ترشيح ايضا مرشح سني في بصيدا جزين، وايضا بالبقاع، بالبقاع، وايضا نعم. مع نائب وليد جنبلاط بعدم ترشيح مرشح درزي. يعني لا ما بيعرفوا خصوصيات تعاون بين الحركه التيار، يعني هذا تعاون مقتضيات المرحله والضروره. أي. انه في ضروره انه اليوم شوفي انه هذا الزلمه، هذا زعيم رئيس بري، زعيم رئيس مجلس نيابي، بيعرف خصوصية البلد، بيعرف تركيب البلد، ما فيك تيجي انت تنزله مرشح بصيدا ضده او ترشحي له بالبقاع الغربي. ومن هون يعني في تحالف تاريخي بينه وبين النائب جنبلاط، في تناغم، في تواصل، في تنسيق، بيفهموا مع بعضهم. هيدي بترجع لست شباط 84 لكل مراحل حرب الضاحيه والجبل، بعدها ماشيه هيدي، بمروا بمحطات، بس اثنيناتهم بيعرفوا خصوصيه البلد وبيعرفوا كيف يلعبوا. طيب، ليه ما شفنا كمان نائب جنبلاط والنائب ارسلان بلايحه واحده؟ يعني البعض حكى انه كان في طلب زياده من النائب ارسلان هو مقعد ارثوذكسي. يعني انه يعني هلا بالنهايه يعني انه نائب ارسلان بيعتبر حاله، النائب ارسلان بيعتبر هو عم بيقول انه بمجالسه ومثل ما بينقال بالاعلام انه انا هذا ما قعد يترك لي اريد بايك منه من مني من احد انه قادر اطلع بالصوت التفضيلي فيه بلا ما بيقبلها على نفسه،
مع انه قبلها بدوره 2-3 كذا، بس كمان في فيها شوي من الحقيقه بالنهايه. اكيد انه هذا بيت تاريخي، بيت اصلي، ما حدا عم بيقول لا. ومن هون وليد جنبلاط انه قدر هذه الخصوصيه وترك له معهد. كنا بنتمنى يكون في تحالف، يعني لا يعني مشان وحده الجبل وما يصير في اي تشنج انتخابي، بس لكن هيدي معركه انتخابيه ديمقراطيه. انه نشوف اليوم القوات والتيار عملوا تفاهم مع بعض، منهم متحالفين، صح منهم متحالفين، وفي استحاله للتحالف. بنشوف الكتائب والقوات تحالفوا مثل ما قلنا بزحله لمقتضيات الضروره مقيدة بالدائرة الأولى ببيروت. واليوم إعلان اللوائح، منشوف اليوم الوزير فرعون يلي عمل الانتخابات البلدية والاختيارية بيتصل فيه رئيس الجمهورية فخامة الرئيس ميشيل عون بيقول له مبروك النيابة عليك من اليوم، لأنه لعب الدور أنت لأول مرة. نحن بيوصل عنا مخاتير وبيوصل عنا أعضاء بالمجلس البلدي، ومنشوف اليوم عم بيخوض معركة ضده اليوم ضد بعضه، رغم أنه الإنجازات اللي عملها الوزير فرعون، يعني هالشيء بيعرفوه كل اهل الاشرفيه منهم مخبى على حدا. بس يعني له حساسيه موقع الكاثوليكي، لانه اكيد يعني اكيد انه بالنهايه الدائره الاولى لها خصوصيتها. عماد عون في عنده مرشحين اكيد عنده الوزير السابق الاولى صحناوي، صحيح. وبنشوف اليوم شو عم بينقال بالاعلان، عم بينفتح ملفات انه الوزير الصحناوي ما اعطى داتا الاتصالات وقتها للواء الله يرحمه الشهيد وسام الحسن، وانقتل وسام الحسن. يعني هاي المعركه اليوم تستعمل فيها كل الادوات، صحيح كل الادوات، كل الاسلحه. هيدي الانتخابات النيابيه كل عمرها تصير هيك بلبنان. اهم شيء الاستقرار الامني للانتخابات، وما نخسر السلم الاهلي لاجل معركات نيابيه. وانا برايي هيدي الامور مكموشه، يعني في غطاء امني اليوم وقرار سياسي. طالما في قرار سياسي في سلم اهلي مترسخ، يعني هذا واقع البلد هيك. وايضا نتمنى انه تحصل الانتخابات، ما يحصل اي شيء كبير بالمنطقه والبلد، لانه عم نشوف بسوريا للاسف وكانه الحرب ابتدات اليوم بسوريا. امبارح استقاله وزير خارجيه امريكا او اقاله وزير خارجيه امريكا ونجيب رئيس المخابرات، هيدي الى دلالتها نظير شؤم. انا بعتبر يعني نظير شؤم النائب وليد جنبلاط، يعني اكيد هيدي نظير شؤم لما يحضر لمنطقه الشرق الاوسط تحديدا، يعني وتحديدا لأنه لسوريا. لانه ترامب خلافه حول ايران والملف الايراني الطبيعي، اليوم قال له بده يلغي الملف الايراني، ومش مسموح الشيء اللي عم بيصير بسوريا. يعني نحن امام محطات مفصليه، نتمنى امرار هذا الاستحقاق على خير وسلام ان شاء الله. خلينا ناخذ فاصل علينا قصير نرجع نحكي بعده، نتابع ايضا موضوع الانتخابات ومرحله ما بعد الانتخابات النيابيه وشو ممكن نتصور، وايضا مؤتمر روما والتحضير له. فاصل قصير ونعود لنتابع. عوده لمتابعه الحوار مع ضيفي الصحفي الاستاذ وجدي العريضي. اهلا وسهلا فيك. عم يجيب سيرتنا وعلي الوزير غازي العريضي. اليوم مرحله ما بعد الانتخابات النيابيه، هيدي الشربكه البازل اللي سميناها قبل الفاصل، كيف حتنعكس بكره بتشكيل الحكومه، بالتحالفات، بتوزيع الحصص، بتوزيع الوزراء بين بعضهم، حصه مين لمين، سقط مكان يعرف بالثلث المعطل، يعني صوره جديده؟ اكيد هلا الزعمات والمرجعيات السياسيه حتى بعض الدول الاقليميه ما عم بتفكر بالانتخابات، هلا عم بتفكر ما بعد الانتخابات، وتحديدا الاستشارات النيابيه، رئاسه الحكومه، رئاسه المجلس، ومن ثم رئاسه الجمهوريه. انه هذا اول اثنين مش محسومين؟ نعم يفترض رئاسه الحكومه ورئاسه المجلس. نعم نوعا ما، ورئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه اهم شيء، هلا عم بيفكروا برئاسه الجمهوريه من اليوم. اي بس قصدي مرحله رئاسه الحكومه، وكانه صار في تسليم من كل القوى اللبنانيه انه الرئيس الحريري رئيس. خلينا نكون واقعيين، يعني مهما كانت النتيجه سيكون الرئيس سعد الحريري كتله وزنه بالمجلس. هو قال لك حتى حزب الله بين ثلاثه اربعه منا مشكله، بس هالانسان عدا عن انه عنده كتله نيابيه، اول شيء عنده علاقاته العربية الدولية وتحديدا السعودية، له حضوره، الزلمة بيعمل إنجازات. حتى حزب الله اليوم بيقول لك إنه الرئيس الحريري هو مرشح. خلينا نكون واقعيين، الرئيس سعد الحريري من سيشكل الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية. طيب ورئاسة المجلس، ورئاسة المجلس ستكون للرئيس بري. موقف التيار من موضوع الرئيس بري؟ أنا برأيي لا، هلا إنه في كلها لعبة انتخابية بتخلص؟ إنه بالنهاية هيدي كلها همروجة انتخابية. هاي الهمروجة الأخيرة همروجة انتخابية، يعني في هون عم بيشدوا العصب. من الطبيعي شد العصب الانتخابي، من النهاية الرئيس بري هو رئيس المجلس. يعني لدوره لحضوره لوطنيته لقيمته الوطنية، ما فينا اليوم لا، يعني هيدي شغلة محسومة، هيدي شغلة محسومة إنه الرئيس بري سيكون رئيس المجلس. إنه شفنا لقائه مع الوفد السعودي إنه خرجوا بانطباع إيجابي،
هذا الشخص يقدر ويفهم دائما بالرغم من الخلاف مع حزب الله كان دائما في هاي الخصوصية طبيعي يعني هذا ضماني اليوم للبلد الرئيس بري ضماني للبلد خلينا نكون واقعيين ضماني للبلد بس ما يحصل لا انه هيدي همروجي انتخابية شد عصب انتخابي بس الخلافات حتضل بكرة على طاولة مجلس الوزراء طبيعي هاي الخلافات ما توقف هيدي شغلة طبيعية بس انه بكرة اكيد في شد وربط انه بالنسبة للتوزير هيدي بدها تصير يعني بس انه المعارك لانه يمكن بكره حتى وزاره المال بحد ذاتها حتكون عنوان معركه المعارك على الحقيبه السياديه وخصوصا حقيبه المال بعد الشيء بعد اللي صار بموضوع المرسوم ورسوم الاقدميه وغيرها صار موضوع أكيد. وعلى وزاره الخارجيه كمان موضوع الانتشار ومؤتمر الاغتراب والحديث مجددا انه انشاء وزاره للمغتربين اللي قالوا الرئيس بري بالبرنامج الانتخابي للحركة طبيعي هي انا برايي هي هلا في يسميها الزقزقات سياسيه او فينا نقول هي عناوين المرحله عناوين المرحله المقبله يعني بعد عده الشغل ما بعد الانتخابات رح تكون حرزانه على صعيد تشكيل الحكومه وتوزيع الحقائب ومن ثم انا ما في مشكله رح يضل موضوع الكهرباء بطبيعه الحال اكيد في مواضيع المناقصات يعني والبواخر في ملفات كبيره في ملفات كبيره هي ملف الكهرباء كمان ما ننسى اليوم الدين بالبلد الوضع الاقتصادي الاستثمار في ملفات كبيرة يعني في عنا كم من الملفات وهذا بيتقرر يعني ما بعد الانتخابات كيف بده يكون شكل الانتخابات والمجلس الجديد اللي رح يوصل صار معروف تقريبا كيف شكله يعني صحيح هلا عم نحكي بالصوت التفضيلي مين بده يوصل ما بده يوصل بس انه الزعامات والمرجعات السياسيه هي رح تكون بيت الابان يعني وتحديدا يعني في خمس قيادات بالبلد هي ستحكم البلد ايضا ما رح نغير ما حنشوف هالتغيير ما رح يكون هالتغيير الجذري انه في كتار انه بيقول لك انه في تحولات ومتغيرات هذا واقع لبنان واقع طائفي هذا واقع لبنان واقع سياسي اليوم شوف المهرجانات بالمناطق وشد العصب شوفوا هذا الزعيم محشور بس هون. بعد ست ايار ما تجي الناس تنق اكيد ممنوع بقى لانه هن اختاروا هن اكيد طبيعي انه بيقول لك هلا بلش شد العصب هلا الناس بده ينسوا مشاكلهم بده ينسوا بدي وظيفه هون بدي مشكله هون في عندي كهرباء في عندي ماء هلا عيب النق بعد سبع ايار على الناس ان تختار على الناس ان تختار بس انا باكد لك هذا البلد مر بمطبات كثير بده يرجع لزعيمه بده يرجع لمرجعيته بده يرجع لطائفته انه شو هذا القانون يعني هذا قانون وطني يعني هذا قانون بكرس الطائفي هذا ارثوذكسي هذا القانون هو ارثوذكسي مقنع اكيد هذا القانون حطوا له ماسك اما هو ارثوذكسي هو ارثوذكسي الهوى يعني خلونا نكون واقعيين انه ما راح يتغير شيء اذا الناس مستمرين تغيير هن بده غيره ما حدا رح يغير ما حدا رح ينتخب عنه حكينا رئاسة الحكومة وحكينا عن رئاسة مجلس النواب رئاسة الجمهورية هذا المجلس الجديد هو من سيختار رئيس الجمهورية طبيعي كمان مرتبطة بالتوازنات الإقليمية طبيعي لنكون واقعيين إنه بيقول لك نحن إنه المجلس سيد نفسه طبيعي سيد نفسه والرئيس بري رجل وطني وريج مباط رجل وطني ورئيس سعد الحريري رجل وطني ما حدا عم يشكك فيهم بس كل عمره انتخابات رئيسة الجمهورية تأتي من الخارج تأتي بتعليمي كلمة سر بحديث لحافظ الأسد لصحيفة الأهرام إجا الرئيس الياس الهريوي وإجا التمديد بحديث من بريطانيا إجا الرئيس كمين شمعون بحديث وقتها ما نرجع لمرحلة الحقبة الإسرائيلية والأمريكية إجا الرئيس بشير جميل ولاحقا موريس درايبر وفيليب حبيب والفريق اللي كان أنا ذاك من الإدارة الأمريكية إجا الرئيس أمين جميل السوريين جابوا له الرئيس سركيس السوريين جابوا له إيميل لحود مددوا له إيميل لحود يعني السوريين جابوا رئيس سوري يعني بلبنان يعني كل هذه الأمور صارت معروفة ولاحقا واليوم الرئيس ميشيل عون صحيح إجا بتوافق وإجماع لبناني لكن أيضا إجا بتوافق إقليمي طبعا لو ما كان في هذا خلينا نكون واقعيين هذه المظلة الإقليمية والرئيس المقبل سيأتي ما بنعرف كيف بده يجي احيانا بيجي ايراني سوري بيجي كوكتيل بيجي من كل الاتجاهات بس اذا ما في كلمه سر امريكيه اوروبيه حول لبنان هذا صعب. البلد هي ما راح يتغير شيء هذا الواقع هي بموضوع تشكيل الحكومات اللي سالتك عنه يعني سقطت معادله الثلث المعطل والثلث بده يكون لهيدا الفريق وغيره يعني بكره لما بدنا نشكل حكومه جديده رح نقعد نشوف نائب جنبلاط عنده عدد من النواب بطل في ثلث معطل لانه كانوا خصوم الامس صاروا حلفاء اليوم وحلفاء اليوم صاروا خصوم اليوم حليفين. اكيد يعني اليوم انا برايي بقاش في هاي 14 اذار نسيها اليوم بكره 14 اذار اليوم لازم على 14 اذار دقيقه صمت على 14 اذار يعني لانه تشردمت بعد فيها الروحيه عند الناس السياده والاستقلال وكذا اللي خلينا نكون واقعيين انا برايي 14 اذار اجت نتيجه استشهاد اللي جاب
14 أذار واللي شال السوري من لبنان لحظة استشهاد الرئيس دم رفيق الحريري هو اللي شال السوري من لبنان. كان في رغبة لبنانية انه خلص اكيد عبروا عنا طبعا من خلال دم الرئيس الحريري. دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري تولدت 14 أذار صحيح. كان في نوع كان في قرار خلينا نكون واقعيين لما كان في كمان قرار دوري أمريكي فرنسي كان رئيس شيراك كانت الظروف مغايرة تماما عن ما هي اليوم بالمنطقة وعلى الصعيد الدولي. اجى 14 أذار فل السوري من البلد. اليوم اللي بتتغير بالنهاية السياسة ما بضل على مثل ما هي السياسة دولاب بيبرم هالدولاب. اليوم فيها الروحية روحية 14 أذار السيد هو الاستقلال بدك اياه بس انه بط يعني 14 أذار السيد المستقبل بيعتبروا انه بوقت اللي كان الرئيس الحريري ب 14 أذار كان وقتها في عناوين سيادية وغيرها. اليوم يفترض هو ان يكون يلعب دورة الوسط صلة الوصل بين اكيد ما في اليوم رئيس حكومي اليوم رئيس حكومي بده يكون لكل الأطراف حتى لو ما كان رئيس حكومي لو رئيس تيار ما بقى قادر يلعب هذا الدور اكيد ما فينا نضلنا بالاصطفافات اللي كنا ما فينا نضلنا فيها السلاح 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 ليش كنا سلاح سلاح حزب الله انا ضد هالسلاح الى ابد الابدين بس بدي لك شغلي ما بيشيل سلاح حزب الله عم بحكي عن الداخل اللبناني الا قرار اقليمي دولي لو بقينا 200 سنه نصرخ ما بيشيلوه الا قرار اقليمي دولي بس ايران تقول له حزب الله ذب السلاح بالي ما الله امره بذب السلاح وبيسلموا للجيش اللبناني كان في لافت مثل ما صار الطائف اجى اتفاق الطائف والاحزاب والميليشيات كلها سلم السلاح وهذا الامر رئيس الجمهوريه عم بيقول بعد الانتخابات نرجع نبحث موضوع استراتيجيه دفاعيه. هاي الاستراتيجيه الدفاعيه باكد لك لو 200 سنه لقدام اذا ما في قرار اقليمي دولي وغطى ما فينا نعمل شيء بنضلنا نعمل نحكي عن استراتيجيه دفاعيه بننظم خلافنا بننظم خلاف ننظم خلاف. وهلا الرئيس سعد الحريري انه ربط النزاع مع حزب الله والاصطفافات السياسيه الجديده كلها بتصير على ذات الذهنيه انه خلينا نقطع المرحله وما فينا نضلنا هيك مسكرين على بعضنا ومترسين على بعضنا. اوكي نحن مع المحكمه الدوليه ضد سلاح حزب الله بالداخل اللبناني كلنا عنا عداء لاسرائيل هيدي شغله محسومه ما حدا يعني بيزيد على حدا بهذا الموضوع انه في عداء تاريخي مع اسرائيل بس لكن موضوع السلاح هذا موضوع استراتيجي اقليمي دولي بياتي لحظه معينه بياتي هذا القرار بيوصل هذا القرار توصل التعليم وبيمشوا فيها بس حتى الان ما في شيء اليوم بهذا الموضوع الا كلام بكلام. واصلا مرتبط بالازمه السوريه اكيد مرتبط بالازمه السوريه بالموضوع الايراني في 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 له هذا موضوع ياتي في لحظه اقليميه معينه كما جاء اتفاق الطائف وسلموا مثل ما قلت لك انه حزب الله حركه امل الحزب الاشتراكي كل الميليشيات الميليشيات بالحرب نعم. واليوم حزب الله مرتبط سلاحه بالقرار الايراني بالموضوع الاقليمي الدولي هذا 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 واقع الاستراتيجيه الدفاعيه بس بعد الانتخابات النيابيه اكيد رح يكون في ملفات على الطاوله ملفات كثيره ممكن نشوف طاوله حوار شبيهه بكان ممكن يعني صار. ممكن طاوله حوار بقصر بعبده كله وارد هذا الشيء. واليوم نحن على ابواب كمان مؤتمرات هلا قبل مؤتمر روما الموضوع الاجهزه الامنيه يعني البعض بيقول انه اليوم في طلبات مقدمه من الجيش اللبناني ومن باقي الاجهزه الامنيه ولكن سقف الدول للجيش اللبناني مرسوم أكيد. في نوعيه من الاسلحه بتطلبوها بتاخذوها في نوعيه من الاسلحه هالفتره ما لازم الجيش اللبناني انه يمتلكها هيك شغله. اول شيء شفنا مثلا لما الجيش اللبناني قام بعمليه فجر جرود وانت كان لك دور فيها هيدي المعركه دور اعلامي على الارض كنت زميلي ميداني وقبليتي بلغ حسنا بالموضوع شكرا وشفت الجيش اللبناني رأيتي عن كثب انه الجيش اللبناني كيف انه استبسل بهيدي المعركه لانه فعلا انه جيش عنده عقيده وطنيه وجيش عنده قدرات قتاليه وفي اراده وفي غطاء سياسي صحيح. والشغل الاهم انه وصل له سلاح جديد ما كان موجود هذا دليل انه في قرار انا اللي عرفته بعرف من بعض يعني التواتر من السفراء الغربيين في لبنان ومن سفراء الولايات المتحده يتعابوا على لبنان من فتره طويله في قرار دولي ممنوع الحرب في لبنان في قرار دولي بتسليح الجيش اللبناني ورفع الغطاء عنه. هلا اكيد ما رح يجينا اليوم طيارات سوخوي ما رح يجينا افساز ما رح يجينا طيارات الميك بعدهم بروسيه اكيد هودي بعدهم بروسيه ما رح يجينا اواكس ما رح يجونا كذا بس انه عم يجينا سلاح متقدم سلاح نوعي ما كان موجود وبنشوف اليوم انه الجيش اللبناني خط احمر في قرار سياسي موحد حول الجيش من كل الزعامات والقيادات السياسيه اليوم اكبر المساعدات عم بتكون من امريكا من الولايات المتحده الامريكيه من الطبيعي الجيش. اليوم الولايات المتحده الامريكيه بتقول لهم انه نحن عندنا عداء مع حزب الله انه نحن حاطين عقوبه على حزب الله ولكن ممنوع الحرب بلبنان وفي عندنا سلاح للجيش اللبناني في دفعات عم توصل للجيش اللبناني واليوم مؤتمر روما بياكد لو ما في قرار دولي بهذا المؤتمر اكيد ما كان بيحصل هالمؤتمر مؤتمر من هالنوع صحيح ولما في توافق سياسي داخل لبنان على تنظيم الخلاف
ومنع الحرب بلبنان، والجميع بده كافح الارهاب، لكن في خلاف اليوم، في انقسام بالبلد حول سلاح حزب الله. مثل ما قلنا هلا هذه امور بتتنظم لاحقا عندما تاتي اللحظه الاقليميه المناسبه والمؤاتيه. هذا المؤتمر مؤتمر رومو مؤتمر نوعي، مؤتمر نوعي للاجهزه الامنيه اللبنانيه، راح يكون مؤتمر ناجح برايي. مؤتمر باريس 4 يعني اكيد مؤتمر اقتصادي استثماري، مؤتمر دعم. هلا مؤتمر باريس 4 انه هذا تاكيد وتتمي لمشروع الرئيس رفيق الحريري. باريس 1 و2 و3. نعم 1 و2 و3، هذا مؤتمر. هلا المهم بالموضوع مؤتمر باريس 4، اهم شيء انه الايفاء الالتزام، انه يمكن بكره بمؤتمر باريس نقرر 500 مليون مليار لبنان مثلا، بعطيك رقم. اهم شيء الالتزام، ما عم نقبض. ما عم مثل ازمه النازحين والوعود، اشتغل وتقبض يا حبو. صحيح. مثل وعود ازمه النازحين من المجتمع الدولي وما لمسناها. بس بمؤتمر بمجرد حصول هذا المؤتمر في هذه الظروف، المنطقه عم تشتعل حروب بالمنطقه وعم نعمل مؤتمر، انا برايي هذا دليل على الثقه الدوليه بالرئيس سعد الحريري، وايضا خلفيه المؤتمرات اللي عملها الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، وصولا الى قرار دولي بتحييد لبنان عن الصراعات وعن ايران المنطقه. بنشوف الحرب السوريه قد ايش صار الحرب السوريه، انه ما وصلت لعنا الحمد لله بعد قرار دولي، لانه في قرار دولي. في عنا ملف النازحين، اهم شيء هلا التزام المنظمات الانسانيه واليونايتد نيشن، هل المنظمات الانسانيه كلها بايفاء بانه تعهداتها تجاه النازحين السوريين، وهذا برايي انه عامل ايجابي جدا انه بهيك مرحله وبهيك ظروف انه يحصل هيك مؤتمرات دعم الدولي للبنان مستمر. واستاذ وجه العريضي للاسف وقتنا انتهى، شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.